ازيكم ولادي الحلوين، عاملين ايه؟ النهارده هنحكي لكم حكايه جديده. هنحكي لكم عن بنت جميله اسمها فريده. فريده دي بنت جميله. الا قولوا لي يا اولاد، هي مذكر ولا مؤنث؟ سمعاكم، هي مؤنث. فريده قررت يا اولاد انها تروح حديقه الحروف والكلمات علشان تلعب مع كل حاجه مؤنث زيها. تعالوا نشوفوا فريده لما راحت الحروف والكلمات. لقت ايه؟ لقت نحلة. طيب شوفوا، نشوف كلمة نحلة دي بتتكتب ازاي، ونشوفوا ان هي مؤنثة ولا مذكرة. هي كلمة نحلة. نحلة دي ولاد اخرها تاء مربوطة، يعني هي مؤنثة، يعني كل اللي في اخره تاء مربوطة يبقى مؤنث. طب تعالوا نشوف ايه تاني شافته فريدة. زهرة. نشوف كلمتها زهرة. شوفوا زهرة تنتهي بردك بحرف التاء. طب الله، ده التاء دي شكلها مختلف عن التاء دي. طب ليه؟ مش عارف. طب نقول ليه؟ لان هنا حرف التاء المربوطة جه قبلها حرف رافس، فجت بالشكل دوت على شكل كورة صغيرة وفوها نقطتين. الشكل دوت بيجي قبليها الحرف الرافس، واحنا قلنا حروف الرافسه سته: الذال والدال والراء والزاي والالف والواو. طيب الشكل الثاني اللي هو فريده في نحله تيجي مع بقيه الحروف، بتيجي بالمنظر دوت، بتتصل بالحروف اللي قبل منها. طب تعالوا نشوفوا فريده شافت ايه كمان يا اولاد. شافت ايه؟ بيعوم في البحيره. شافت بطه. تعالوا نشوفوا كلمه بطه. بطة في الاخر بردك تاء مربوطة، تبقى دي مؤنثة زي فريدة. تمام. طب تعالوا نشوفوا ايه كمان. فراشة. تعالوا نشوفوا الكلمة بتاعتها، فيها اخرها بردك تاء مربوطة. طب ايه كمان؟ طب تعالوا نبصوا كمان. نشوفوا كلمة شجرة، بردك اخرها حرف التاء. طب في صورة احنا ما ذكرناهاش، احنا بقى هنسيبكم لوحدكم يا ولاد تدوروا عليها لوحديكم وتشوفوها هي رقم مؤنثة ولا لا. طب تعالوا احكي لكم بردك يا ولاد حكاية جديدة. ايه؟ حكاية عن التاء المربوطة. كانت التاء المربوطة والتاء المفتوحة هما اخوات من عيلة التاء. قرروا بردك الاتنين يروحوا حديقة الازهار الحروف الكلمات عشان يلعبوا. الله، ده لقوا قطار، الاتنين حابين يركبوا القطار، فالاتنين اتخانقوا. التاء المربوطة والتاء المفتوحة بتقول لها التاء المربوطة: أنا ده مكاني، ده مكاني. قالت لها: لا، التاء المربوطة دي بتاع التاء المفتوحة. قالت التاء المربوطة: لا، ده مكاني أنا. فقالت لهم الكلمة: طب تعال نلعب لعبة حلوة قوي. إيه اللعبة دي يا ترى؟ قالت لهم في الكلمة الأولانية لو اتنطقت هاء وما اتغيرتش تبقى ديت هنحط التاء الايه المربوطه. طب تيجي نجرب كلمه شمعه. اتنطقت هاء تبقى ديت مكانه يا تاء يا مربوطه، بقت كلمه شمعه. ما دام ما تغيرش صوتها خالص او معناها خالص تبقى ديت هاء. طب تعالوا نشوف الكلمه الثانيه، توت. توت دي كلمه توت. طب تعالوا نجرب كده ونشوف هل هي لو غيرنا حطينا هاء في الاخر هتتغير ولا لا. طب توه، لا دي اتغيرت، تبقى ديت مكان التاء الايه المربوط المفتوحه، تبقى كلمه توت. فقالت لهم دلوقتي كل واحده فيكم اخرت مكانها. طب يا اولاد تعرفوا كلمه التاء المفتوحه بتيجي في اي مكان، في الاول وفي النص في الاخر، اما التاء المربوطه ما بتجيش الا في الاخر وبس، ما بتنفعش تيجي في اي مكان تاني. طيب التاء المفتوحة زي ايه؟ بنت وبيت. ولادي الحلوين يا ريت بقى تكونوا دلوقتي فهمتوا الفرق ما بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، واشوفكم على خير ان شاء الله.